السلام عليكم، أهلا بكم في البوصلة. مثقفو اليمن الذين يجيبون العالم في أوروبا وأمريكا وغيرها، هل أقنعوا العالم بقضية اليمن؟ كيف فهموا هم رؤية الباحثين ومؤسسات البحث في أمريكا وأوروبا؟ هل أن مراكز الدراسات والأبحاث في اليمن قادرة على فهم قضايا اليمن وإيضاحها للعالم؟ أم أن مراكز الدراسات والأبحاث في اليمن شأنها شأن الأحزاب اليمنية، ليسوا سوى غنيمة حرب؟ نتوقف اليوم مع فارع المسلمي، رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو الذي عرفناه باحثا في مؤسسات البحث العالمية. فارع المسلمي، أهلا بك ضيفا عزيزا كريما رفيع القدر والمقام. أنا سعيد بوجودك معي في الاستوديو. وأنا كذلك، أهلا بك أستاذ فارع المسلمي. أنت أضنيتني وأنا أبحث عنك لأجري معك هذه المقابلة. قل لي أولا، أنت الباحث الذي خبر مؤسسات البحث في العالم أوروبا وأمريكا، كيف تفهمنا مراكز الدراسات والأبحاث ونحن في حرب لم تنتهي بعد 6 سنوات؟ طبعا للأسف التركيز الدولي للمؤسسات البحثية الدولية نحو اليمن بشكل عام، وحتى الصحف الدولية العالمية، لا يزال شديد المنخفض جدا، دعنا نقول هذا الكلام، لأسباب كثيرة. أيضا منها أولا أن الانتباه إلى اليمن لم يبدأ كثيرا إلا من بداية هذه الحرب. لا تزال البلد اليمن بلد غير مرئي على كل المستويات، ولا تزال حتى في وزارات الخارجية الدولية وليس فقط في المؤسسات البحثية والصحف الدولية ملف جدا منخفض الحديث عنه ومنخفض عدد المختصين فيه. وأيضا حينما كان يرى لم يكن يرى للأسف الشديد إلا عبر الزوايا والملفات الإقليمية. بمعنى آخر، ما الذي يعنيها اليمن ضمن الصراع الإيراني السعودي؟ ما الذي يعنيها اليمن ضمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب؟ ما الذي يعنيها اليمن فيما يتعلق بباب المندب؟ لم يكن اليمن كبلد مرئي بحد ذاته، ولا يزال هذا تحدي، بالرغم من أن احنا نعيش الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة، لكن الالتقاط إلى اليمن والانتباه إليها لا يزال شديد التواضع والخجل. برأيك لماذا؟ هناك أسباب كثيرة. كثير من الباحثين اليمنيين كانوا منخرطين أو مصطفين ضمن مستويات معينة من أطراف الحرب، وهذا جدا قوض مصداقيتهم الدولية. أيضا اليمن بلد في نهاية المطاف لو فكرت فيها، يعني أنت حتى في زمن علي عبد الله صالح كنا 50% شعب أمي، والحديث على العالم باللغة الإنجليزية وبالمقاييس الدولية يتطلب معرفة معينة ويتطلب اختراق وأدوات معينة. هذه الأدوات لا نزال احنا نفتقرها كبلد وكمجتمع وكمثقفين وأيضا كباحثين على كافة المستويات. ثم أنه أيضا خلال الأعوام الماضية كمية الأموال التي ضختها الأطراف الإقليمية من أجل التضليل والتشويش على ملف اليمن في الملفات الدولية لم يكن قليل، سواء من إيران أو السعودية أو قطر أو الإمارات، كانت أموال هائلة أجملها وأغلبها للتشويش على قضية اليمن واليمنيين. أستاذ فارع المسلمي، في الحقيقة يعني في البداية أنا عرفتك وأنت تصول وتجول في كارنيجي، ثم تكتب في صحف أمريكية عالمية، وتجرى معك مقابلات في كبريات القنوات، وأكبر ذلك جيدا لك وأعتز بذلك كثيرا، واسمح لي أستغل هذا الأمر جيدا. أستاذ فارع، أنا في هذا البرنامج وغيري حاورت باحثين غربيين كثيرين، في الحقيقة أجدهم يكررون ما نعلم، يقولون لنا ما نفهمه، يعيدون لنا ما يجري أمام أعيننا. كيف بعد ذلك نريدهم أن يقدموا صورة مختلفة لنا؟ ما الجديد في عقلية الباحث الغربي عنا نحن في اليمن؟ ما الجديد؟ أعتقد أن السؤال المؤلم ينطبق على الباحثين اليمنيين أيضا وليس الباحثين الغربيين. يعني المقاربات المعرفية التي تقدم عن اليمن لا تزال غير ناضجة. احنا على فكرة مش بس اليمن، المنطقة بشكل عام لدينا عجز عقلي مريع. هل تتصور إلى اليوم أنه بلد زي هذه الحرب لا يوجد سردية واحدة لها متعلقة باليمن متماسكة حتى من قبل اليمنيين؟ أنا آسف، يعني لماذا نبحث عن الأشقر أو الرجل الأبيض نتوقع منه أن يكون عنده معرفة مهولة؟ على أي حال، الباحث حتى الغربي وليس اليمني لديه داتا أو بيانات، لا يوجد لديه معلومات أو معرفة حول اليمن أو سردية، والأمرين يختلف. هم طبعا يستطيعون أن يتحدثوا في شؤون اليمن، لكن لا يقولوا شيئا مغايرا، لا يقولوا شيئا مدهشا، لا يقولوا شيئا نجهله. هل هذه هي الصورة المأخوذة عنهم، أم أننا ننتظر عبقرية تأتينا من الخارج؟ الثنتين. هو في توقع عادة أنه والله الأجنبي ولا كذا يعرف كل شيء، وهذا الكلام غير دقيق على أي حال.
أنا أضرب لك مثل حتى السياسيين في 2000 في يوليو 2014 الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج بخطاب يدعو فيه إلى تطبيق النموذج اليمني في العراق. تخيل كان هذا قبل شهرين من قبل أن تسقط الدولة في يد الحوثيين في صنعاء. هل يعقل أن كمية الجهل المدقع هذه برئيس أقوى بلد في العالم لا يرى أن الحوثيين على أبواب صنعاء وأن هذه البلد تدريجيا يمسكها الميليشيات وأنها تذهب إلى الجحيم؟ إلى درجة من الجهل أنه يقول والله لازم هذا يمكن حل اليمن ينفع حل للعراق. أتذكر حينها أني كتبت مقال في جزيرة في مجلة الفوريان أفيرس الأمريكية بعد خطابه، كان ردا على خطابه عنوانه إلى الإخوة العراقيين: لا تجربوا ذلك في منازلكم، أحذرهم من تجربة النموذج اليمني في العراق، لأن احنا نرى ما الذي يعمل باليمن وإلى أين سينتهي المطاف. فهناك أكيد جهل مدعق حتى غربيا فيما يتعلق باليمن، ولكن أنا أعتقد احنا اليمنيين أيضا مرة ثانية، يعني أنت ما تقدرش تلاقي اثنين يقول لك نفس الكلام أو نفس الجملة. لكن أيضا أستطيع أن أجزم أمامك يعني بشيء نعرفه نحن في اليمن، أن الباحث الغربي الذي يأتينا إلى اليمن أو يلتقي يمنيين يقول له ما نقوله لبعضنا، ثم يأتينا هذا القول من شخص أجنبي فيتحول إلى حديث قالته وسائل الإعلام الغربية ومراكز الدراسات العالمية، وهو نفس الكلام الذي نقوله لبعضنا، أليس كذلك؟ هذا مشكلة أنثروبولوجية لها علاقة بعقدة النقص والتوقع من الباحث الغربي. الحين أنا وفريق ندير مؤسسة بحثية يمنية، المدهشين الذي أنا أعرفهم في حياتي الذي يقولوا لي الزوايا والإضاءات والتوصيفات المدهشة هم يمنيين في أغلب الأوقات على أي حال يعني. فبس هذه مشكلة عربية على فكرة، ما هيش حصرية على اليمن أنه يتوقع والله الآخر والأجنبي يعرف شيء. ربما لها علاقة بتاريخ طويل من مش من القوقعة وإنما أيضا من المؤامراتية، من الانطباع أنه أوه هم يعرفوا كل حاجة. وبالرغم مرة ثانية أنا أؤكد على أنه لديهم داتا، لكن المقاربة تختلف أكثر ما نتصور. طيب أنت فارع المسلمي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الباحث اليمني الذي تواجد عالميا، كيف تقرأ حرب اليمن بعد 6 سنوات؟ شوف، حرب اليمن هي مزيج من حرب أهلية، وهي مزيج من حرب إقليمية بالوكالة، وهي مزيج من كل شيء آخر. هذه الطريقة الثلاثة الأسس الذي أنا أنظر فيها إلى حرب اليمن. هناك حرب أهلية لأننا كمجتمع وبلد ونخب فشلنا في أننا نتقدم للأمام، فشلنا أن احنا نمر بتحول ديمقراطي. حينما تفشل الأمم والمجتمعات تعود للبحث عن هويات البدائية، وتعود إلى الهويات البدائية وتعود إلى هويات وتعريفات ومساحات ما قبل الدولة وما قبل المجتمع وما قبل الإنسانية حتى. هذا واحد من المشاكل. المشكلة الثانية أيضا في جزء حرب اليمن أن هناك حرب إقليمية بالوكالة. هذه الحرب الإقليمية بالوكالة مستوى واسع منها هو حرب ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وحرب مستوى آخر هو ما بين تركيا قطر من جهة والسعودية الإمارات من جهة، وما بين الإمارات والسعودية في المستقبل القريب على ما يبدو لي، وهذا مستوى آخر. والمستوى الثالث هناك مزيج من أشياء أخرى، هناك مزيج من تفتت الدولة في بلد كاليمن، وهناك مزيج للأمانة لأن هذه الحرب في اليمن لم يجرب فيها السلام أو محاولات السلام لكي نقول والله فشلنا وخضنا حرب. نحن لم نجرب هذا الموضوع، وهذا موضوع يتتحمل النخب السياسية والأحزاب السياسية اليمنية والأطراف اليمنية برأيي بالمستوى الرئيسي والأول والأساسي. برأيك ما الذي لم نفهمه نحن في اليمن خلال 6 سنوات من الحرب ولذلك لم تنتهي هذه الحرب؟ ما الذي نجهله حتى الآن في معادلة هذه الحرب؟ هناك وهم أن القوة تحدث فارق، والقوة ولا تحدث فارق، لا تحدث فارق. وإن حدثت وإن حققت انتصارات معينة في لحظة ما وهنا وهناك أو غلبة، لكن القوة لا تحدث فارق. على الأقل في مجتمع حتى بالمعنى الأنثروبولوجي كاليمن، ربما أنك تنتصر في هذه المعركة، لكن لما تفكر فيها لما خسر علي عبد الله صالح السلطة في 2011 وقبله غيره وبعده غيره، ما خسروهاش وهم في ضعف قوتهم على فكرة، خسروها وهم في قمة قوتهم. هذا الوهم المتعلق بأن القوة تحدث فارق هو ما يؤدي بنا إلى هذا الدمار. وهذا الوقت لا يزال اليوم هو نفس الحديث، هجوم الحوثيين على مأرب يعتقدوا أن القوة ستحدث فارق، الأوهام أيضا التي متواجدة من قبل الشرعية في الضالع وفي جبهات القتال في أيضا نهم وغيره، هذا وهم. حينما تعتقد أن القوة يمكنك أن تحدث فارق، وهذا ينطبق على المستوى الإقليمي، تعطل كل مساحتك وكل خلايا دماغك وخيالاتك الأخرى،
وحينها تتحول الى يعني زي اللي باليمن يقولوا بيتعيفط فوق السياره حقه ويسوق بسرعه ويكسر راسه، بينما تاخذك وتقلبك من راس الجبل وذا حديد. فالقوه طيب. وهم القوه لا يزال انا برايي واحده طيب. من اكبر مشاكلنا اليمنيين، وهي طيب. الان يمتلكها الاطراف بمستويات مختلفه. نحن في اليمن على مدى 6 سنوات من هذه الحرب، ما الذي لم نفهمه عن عبد الملك الحوثي وجماعه الحوثيين؟ لماذا لم نستطع ان نصل معهم الى مستوى من توافق أو من لقاء أو من إعادة قراءة ينهي هذه الحرب؟ ما الذي لم نفهمه عن بعضنا؟ أعتقد أن المشكلة في اليمن الآن ليس فقط من قبل الأطراف المحلية، ولكن لا يزال هناك شيء لم نفهمه، وهو أن الخارج سيحدث فارق، سواء كان هذا الخارج هو إيران، أو سواء كان هذا الخارج هو المملكة العربية السعودية، أو حتى مارتن جريفيث في الأمم المتحدة. هذا الوهم وهذا الذي لا يفهم بأن الخارج، الاعتماد على الخارج شيء مريع على كل المستويات، وهذا المفروض أنه شيء أن نحن تعلمناه من الستينات، المفروض أن نحن تعلمناه من 94، لكننا لم نتعلمه. على أي حال أعتقد أن هناك مقولة مهمة لهيجل تقول هو أن الدرس الوحيد الذي تعلمناه من التاريخ هو أن لا أحد يتعلم من التاريخ، والحروب الأهلية دليل لذلك. لا يزال الناس لم ننظر إلى تجربة إخواننا في سوريا، في العراق، في ليبيا، ونقول يكفينا أو لازم، لكن لا يزال هناك غلبة. وأعتقد أن هذا يعتمد كثير على الجيل الجديد أكثر من القديم، الذي لم يرى الحروب قبل هذه الحرب بهذه الدموية وهذا المستوى، ولا يزال عنده الاعتقاد بأنه يمكن أن يحير أو أن يغير مجرى التاريخ أو أن يغير المجتمع بالقوة، وهذا مشكلة كبيرة. طيب، لم توصف لي عبد الملك الحوثي وجماعة الحوثيين بعد 6 سنوات من الحرب. أنا الآن لا أريد أن أبحث عن المخطئ والمصيب، تجاوزنا هذا المربع. 6 سنوات من الحرب وعبد الملك الحوثي لا يتحدث سياسة. 6 سنوات من الحرب والأطراف لا تبحث عن خلاص. هو لن يتحدث سياسة، ولا يتحدث سياسة، ولا يستطيع أن يتحدث سياسة، ولا يهدف إلى أن يتحدث سياسة. هذه جماعة، لذلك لطالما كان أنا بوجهة نظري الخوض القتال مع هذه الجماعة هو خوض المعركة بأدواتها هي لم يستطع. على فكرة إلى اليوم لم يقدم الحوثيين منهم في صعدة بالحرب الأولى تنازلا واحدا عبر القوة، لذلك حينما أنت تخوض معركة مع أحد بقوته أنت تعود إلى مساحته وهويته. ما هو أسوأ كابوس يمكن أن يحصل لعبد الملك الحوثي وجماعة الحوثيين اليوم؟ تعرف ما هو؟ السلام فعليا هو السلام، أكبر حاجة يمكن أن تتعرض لها أي جماعة مسلحة. فهذا شيء مهم لابد من فهمه. يعني حتى اليوم في المعارك التي جارية على الأرض 6 سنوات من الحرب، أصبح الحوثيين يقبضوا على المجتمع بكماشتهم. لماذا؟ لأن العالم تعامل معهم، وأعتقد هذا أيضا اليمنيين، من مساحة قوتهم الوحيدة، هي المساحة الآمنة والمريحة الوحيدة. ما الذي يجيد عبد الملك الحوثي غير القتال؟ ما الذي عرفه غير أنه يعني يمسك بندق في حياته كله؟ متى عمره أصلا هو أو أي أحد من قيادة الحوثيين قرأ كتاب؟ ما لك أنت؟ فهذا له أي شهادة حتى؟ أنا ماشي أقول أنه هذا المهم يعني بالمعنى الفوقي، ولكن أتحدث على ما هي أدواته، ما هي أدوات الجماعات والأحزاب والسياسات. هذا الموضوع حتى لا يوجد على فكرة عند كتائب الصدر في العراق قبل أن يتخرجوا من المعارك وكذا. تخرجوا كانت مكتبات النجف، ومكتبات هي تضج بكتب الفلسفة والفكر والأدب والنقاش، وكانت مدارس فقهية وثقافية وفكرية يخوض فيها الواحد نقاش مهما كان عقله معفن، مهما كان الواحد يعني أدواته وأهدافه مختلفة، لكنه مر بالأسس المعرفية البسيطة اللازمة التي تجعل منه شخص يمكنك التفاهم أنت وهو حول الأشياء البسيطة. لكن لذلك أنا أصر أنه حينما تخوض حرب الموضوع لم يعد يتعلق بالحق والحقيقة، من هو على حق ومن هو مش على حق. الموضوع يعود على الصورة الاستراتيجية الأكبر، ما هي أدواتك وما هو الذي يمكن أن تحققه؟ الحين أنا وأنت وكل يمني نعرفه، لو تبندقنا ماشي بان قاتل، ما بنقدر ننتصر لا على عبد الملك الحوثي ولا على الانتقالي ولا على أحد. ما هيش معركة أصلا، هذه أدواتنا كيمنيين مهما كنا بلد مسلح، مهما كنا شعب مسلح. فلذلك المسألة أكبر وأوسع من عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح وعبد ربه منصور هادي. لا أقصد النظرة المعادلة. تقصد المعادلة طيب. الكلية للبلد. طيب أستاذ، يعني هل فقط عبد الملك الحوثي وجماعة الحوثيين هم اللغز المحير، هم النقطة صفر، أم أيضا أن جماعة الشرعية تعيش في فراغ من السياسة وفراغ من الرؤية، وبالتالي هي أيضا لا تبحث عن خلاص؟ هناك طرف شرعي
وطرف غير شرعي في اليمن، لكنهما طرفين غير وطنيين. أنا أعتقد أن هذا أهم شيء لابد أن احنا نفهمه. ومش بس هكذا، أيضا هناك طرف يريد أن يرهننا لإيران، وهناك طرف يريد أن يرهننا للسعودية. كلاهما قد رهنانا أصلا. أيوة، وهذا أهدافهم الآن الطويلة، ورهنوا أنفسهم. هذا المستوى حقيقي من المشكلة والتحدي في البلاد، أنه ما يقدر اليوم، يعني اللي حاصل بعدنا الآن ولا اللي حاصل بشبوة والمعارك اللي جرت العام الماضي، يعني فضيحة، فضيحة مخزية أقل ما يمكن أن يقول عنها. لكن أنا أعتقد فضيحة لمن؟ ما أعتقد لنا. شوف، على فكرة حتى إحنا اللي ما نتفقش مع هذه السياقات، والله أني فضيحة لنا أكبر منهم، ما قدرنا أن إحنا نعقل هؤلاء الجن حتى اللي إحنا نعرفهم. دي فضيحة على فكرة بكل ذا المستويات. دحين المشكلة ذا الحين باليمن، مهما كان أنت ما عدتش معك سياسة تمارس، ومن اليوم يعني ما يوجد من حديث حتى من قبل الشرعية برأيي، هو ليس حديث يمثل اليمنيين، هو ينتحل الادعاء باسم باسم اليمنيين. ولا بالله عليك اليمنيين، من يمثل اليمنيين؟ الذي يمثل اليمنيين بالله عليك، مثلا اليوم في عدن هذه المعركة اللي جرت في أغسطس تشبه اليمنيين اللي هم مناهضين للحوثيين؟ أكيد لا. ولا يشبههم هؤلاء المسؤولين المسخ في الخارج والداخل والفاشدين والفاسدين؟ أكيد لا. ما حدش مات حتى من اللي بيواجه الحوثيين علشان هؤلاء الناس، لكن هذه مشكلة حقيقية مرة ثانية. انه احنا بلد، شوف برأيك الخلاص لليمنيين كيف؟ ما عنديش انا اجابة لهذا السؤال دحين اجيب لك العيسى المسيح بيخلص. لا انا اقصد، لكن اسمعني، انا بقول لك الاسس اللي اعتقد لابد انها تتم. لابد ان احنا نتخلى عن وهم القوة، لابد ان احنا ايضا نبذل مجهود في ان نحاول ان نجد مقاربات محليه لقضايانا وقتالنا ومعاركنا، وعدم الارتهان للخارج. انا اصر سواء كان هذا الخارج هو الاقليم ولا هو الامم المتحده. طيب، لابد من التوقف عن انتظار قنبله من السماء. والتحالف السعودي الاماراتي الان الذي يدير المعركه في اليمن من جهه، والنفوذ الايراني الذي يدير المشهد الحوثي من جهه، يعني الآن أنتم كباحثين حينما يعني ترون السفير السعودي محمد الجابر يكاد يكون هو الحاكم من وراء الشرعية لليمن، وحسن إيرلو يكاد يكون هو الحاكم من وراء الحوثي لليمن من الداخل، كيف تفهمون هذه المعادلة؟ هذا هناك نخب يمنية سياسية رخيصة سلمت مستوى البلاد من 2012 مطلع. هذا مستوى حقيقي. شوف، ممكن احنا نرمي بقضايانا فوق الخارج، والخارج يتحمل مسؤولياته بما في ذلك الاقليم، وخاصه الاقليم المجاور، لكن دي مشكله انه معك نخب رخيصه، وانا اعتقد هذا الكلام بيزعل منه كثير، لكن لديك نخب رخيصه وتافهه، خيالي، ليس قادر على ان يفهم ما هي المستويات. انه بكره والله بيبكروا، ما عاد فيش بلد، الحين ما عاد فيش بلد حتى يرتزقوا باسمه، لا ذل ولا ذن. هذا المشكلة لما 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 أنت مش قادر تفهم ما هي أرجلك وين على الأرض، وما هي أولوياتك، وما هي علاقتك بهذا المستوى المحلي، حتى لو أنت مهاجر باليمن، مش لو أنت مواطن يمني، وما تقدر تتعامل معه بهذا الأسس، خلاص راحت عليك المعادلة وراحت من كفك. وهذه معادلة بالأمانة فينا نرميها فوق الخارج كالعادة، وأنا أصر الخارج يتحمل مسؤولياته، لكن هذه مسؤولية يمنية في نهاية المطاف. طيب، ما قراءتك لمن يقول بأن الإمارات بكل هذا النفوذ الموجود لها في اليمن لا يمكن أن يكون هو حقيقة الإمارات، وإنما هي قفاز تستخدمه بريطانيا في حرب اليمن، كما أن السعودية والإمارات معا ليسوا أيضا سوى قفاز آخر تستخدمهما أمريكا في حرب اليمن، هل تتفق مع هكذا منطق؟ أنا بحسب معلوماتي أولاً أن أمريكا سواء مع الإدارة الحالية أو حتى اللي قبله لا تريد حرب اليمن، وهي تريد أن تنتهي، هذا أولاً بالمستوى الأساسي والجوهري والبسيط. ثانياً أنا أعتقد أن الإقليم المجاور فيما يتعلق باليمن بشكل عام، سواء تتكلم على قطر ولا الإمارات ولا السعودية، أكيد هذه دول غنية ونفطية ولا يوجد لديها برلمانات، فهي أكيد صعب إخضاعها لأي شكل من أشكال التدقيق حتى على المستوى المحلي والرقابة والتقييم حتى على مستوى قضاياها المحلية، فأكيد هي عندها يد مفتوحة. لكن مرة ثانية أنا أعود وأقول أنه هذه الدول، على حد تعبير محمود درويش، هذه الدول بغض النظر لم تكن ليكون لها دور في اليمن لولا النخب اليمنية. نحن في صدق موضوع لازم أن احنا نواجه أنفسنا ونبطل نرمي بمشاكلنا فوق الخارج وفوق العالم. النخب اليمنية فقط؟ أليست الآن هناك مؤسسات ومراكز دراسات وأبحاث ووسائل إعلام خارجية تعمل لصالح دولة الإمارات أو السعودية في المشهد اليمني أو العراقي أو السوري أو الليبي؟ هو من لما حصل الربيع العربي في 2012 ازدهرت شكل من أشكال الحروب، أو 2011 لاحقاً،
هي الحروب بالوكالة، وهذه الحروب إجمالا هي حروب برأيي أكثر تدميرا من الحروب المباشرة، لأنها تتيح لهذه الدول أن تخوض حروب خارج جغرافيتها السياسية ومن دون أي مسؤولية مباشراتية وعبر وكلاء محليين ومن دون مسؤوليات مباشرة. يعني مثلا التواجد الإقليمي الآن في اليمن برأيي أكثر تدميرا من التواجد الأمريكي في العراق في 2003، لأن هناك دولة حتى بالمعنى القانون الدولي تصبح مسؤوليات هذه الدول مختلفة وأكبر إذا ما كانت متواجدة بالشكل المباشر. لكن خاصة مع وجود الميليشيات المحلية المختلفة في كل الجهات، تصبح هذه الحروب بالنسبة لهذه الدول أقل ثمنا، وتصبح لهذه المجتمعات كارثية على كل المستويات، ويستخدم فيها هم بعضهم البعض. والميليشيات المحلية، دعني أكون صريح معك، ليست ميليشيات تحمل بنادق فقط، وإنما أيضا ميليشيات إعلامية وقنوات وصحفيين وسياسيين وباحثين، وكلها هؤلاء جميعها ميليشيات بالوكالة. يأخذني إلى سؤال في الحقيقة أنت يمكن من أكفأ من يستطيع الإجابة على هذا السؤال. إذا كانت أمريكا وبريطانيا تقفان خلف نفوذ السعودية والإمارات في اليمن، فهذا يدعونا إلى سؤال استنكاري واستغرابي في وقت واحد. من قال لبريطانيا لا ولأمريكا لا حتى تصران أو تدعمان بقاء حرب اليمن؟ يعني ألا يمكن أن تكون مصلحة، يعني نهاية الحرب في اليمن ألا يمكن أن تكون مصلحة لأمريكا وبريطانيا في الأساس؟ أنا أعتقد أنها مصلحة لهم من مستوى، ولكنها إنهاء حرب اليمن، ولكنها لشركات الأسلحة ليست مصلحة. وهذه الشركات الأسلحة ليست فقط في أمريكا وبريطانيا، وإنما أيضا موجودة في روسيا وفي الصين وفي دول كثيرة غربية وفي دول حول العالم. فمصالح السلام ومصالح السياسة أيضا والحرب في اليمن تتناقض مع مصالح اليمنيين حاليا. أيضا عندك مشكلة ثانية، اليمن دولة فقيرة، ولطالما نظر إليها عبر عيونها زي ما قلنا في أول حلقة، عيون أخرى ليست عيون اليمن. يعني مثلا خلينا نضرب لك مثل، بكرة لما بلشت حرب اليمن مثلا، نضرب لك مثل بسيط جدا، غادرت توتال من اليمن، كانت توتال هي أكبر شركة نفطية باليمن. كل عملية توتال باليمن أصلا ما هيش يعني مربع واحد بالسعودية. فبالأخير من مصالح هذه الدول حينما تنظر إلى الخليج، تنظر إلى اليمن، حتى المصالح النفطية تصبح اليمن على الهامش. وأنا أصر أن هذا الموضوع له علاقة بالنخب السياسية التي حكمت اليمن خلال عقود لم تستطع أن تكون حتى يعني جسر تواصل عالمي واحد يستطيع أن تكون اليمن فيه يا العالم الرقم المباشر. لم ربما تتفاجأ، لم يلفت فعلا انتباه أمريكا لليمن لأول مرة بشكل مباشر إلا عمر فاروق عبد المطلب. القاعدة على فكرة هي من استثارت أمريكا لتبدأ تفكر بالملف اليمني كملف بحد ذاتها، وليس السياسيين والنخب اليمنية على فكرة. وهذا يضعنا أمام تحدي مرة ثانية مسؤول كبير له علاقة بالسردية. إحنا ما قدرنا نشكل سردية محلية يا رجل، وعدك تقول لي سردية قدام بريطانيا وأمريكا والدول الأغربية والأخرى. هنا للأسف كان في دولة ضعيفة وفاشلة وفاسدة، وكان في نخب غير مسؤولة أيضا، وكان هذا المستويات لم يبذل عليها مجهود بكل، لا سواء من اليمنيين ولا غير اليمنيين. ولا على فكرة يمكن للبلد أن تشكل برأيي رقم، وأن تشكل رقم سياسي واحد. حتى اليوم يعني لما تشوف أنت إلى قبل سنتين أو فترة، الدبلوماسية اليمنية بكل يدفع رواتبها كانت دولة خليجية، هل تصدق؟ طيب هذا الدبلوماسي في نهاية المطاف والله بيعمل نهاية اليوم تقرير لوزارة الخارجية اليمنية أو إلى لوزارة الخارجية الدولة الخليجية المعنية هذه. فهذه مشكلة حقيقية. شوف كيف أنه تعاملت معانا السياسيين اليمنيين إلى الآن للأمانة، ويمكن من عصر ذي يزنها، ما هيش حاجة ربما للأسف جديدة، وهي نقيصة السياسي في العالم العربي تقريبا باستثناءات قليلة بشكل عام. انظر مثلا اليوم درجة التماهي التي متواجدة، التماهي المعيب برأيي ما بين الحكومة وما بين مثلا السعودية. وهذا إيش اللي خلى الموضوع؟ خلى الحكومة اليمنية تتحمل كل أوزار السعودية ولا تستفيد من ثقلها، على عكس مثلا الأردن خلينا نقول، بلد كان حتى نفطها ورواتب جيشها تستفيد من السعودية وتحصل عليه مقابل دعم.
لكن الأردن لا تتماهى مع موقف السعودية في مجلس الأمن وتحترم نفسه ولديها مواقفه وما أخذتش خلينا نقول كرش السعودية معه، أخذت أكتافه بس ما أخذتش كرش استفادت منه. نفس الكلام على مصر، الدولة اللي عاشت ولا تزال بفضل كثير من الدعم الخليجي الإماراتي السعودي الكويتي قبل كم سنة حينما اضطرها المسار أن تصوت في مجلس الأمن فيما يتعلق بالملف السوري، صوتت ضدا عن رغبة السعودية. ليش؟ لأنها فرضت احترامها لنفسها. إحنا يا جماعة والله حلفائكم وإحنا معاكم وحيا وسهلا، ولكن الأمور تمشي بأصوله. يمكن أن تتفق مع دول في ملفات وتظل تختلف معها وتحتفظ لنفسك مقام في ملفات أخرى، وتحتفظ لنفسك باحترامها. ده موضوع مهم. طيب لازم نفهمه السياسي اليمني. أيضا المصالحة الخليجية الآن التي سمعنا أن هناك تلاقي وربما تصحيح لوضع الخلاف الخليجي، لم نسمع عنه سوى يوم إعلانه ثم تبخر الأمر، هل هناك مصالحة خليجية فعلا؟ شوف، أيوة صح، احنا ما سمعنا عنه أي يوم إعلانه، لأنه السياسة إجمالا في الخليج العربي أكثر حتى من باقي الدول العربية هي مبنية جدا على أبعاد شخصية، تقوم حروب وتنتهي حروب بناء على مشاعر شخصية وعلى تفاهمات شخصية. فهذا أكيد السياسة هنا حتى في العلاقات الدولية لا تزال مبنية على بعد شديد الشخصية وشديد الفردية. لكن أنا أعتقد أن هذه المصالحة ستكون جدا ممتازة لليمن وللمنطقة، هذه دول غنية وهذه دول لديها نفوذ، وحينما كان لديها صراعات فيما بينها البين نحن من دفعنا الثمن وتحاربت فينا، ما تحاربتش فيهم، بالأخير الحروب اللي في بهم كانت على تويتر، لكن المدافع كانت في طرابلس وبنغازي وصنعاء وسوريا، ما كانتش موجودة داخل هذه الدول. فأكيد هو خبر جيد، غير طبعا البعد الاقتصادي اللي أثر على المنطقة كثير، وغير اللي أثر على العلاقات ما بين هذه الدول ومستوى حتى العلاقات الأسرية ما بين مجتمعاتها. فأكيد دعنا يعني نصلي أن هذه المصالحة ليست مكاذبة، لأن عواقبها حينما كانت منقسمة هذه الدول كان مريعا وكان سيئا، ودفعنا نحن ثمنه أكثر من هذه الدول، غير أنه بهذه اللحظة الذي يمر فيها العالم بهذا المستوى من محاولة التلاحم بالرغم من كل شيء، كان معيبا أن ندخل على مستوى الخليج العربي بهذا الدرجة من الصراعات. وأعتقد أنها خطوة أي أحد يريد أن يأمل سلام للمنطقة أو للبلد لابد أن يشجعها بكل المستويات. هناك تعقيد طرأ وأصبح واقعا في مشهدنا اليمني، بحيث أننا نتخوف حتى لو اتفق الخليجيون، يبدو أننا في اليمن لن نتفق بناء على اتفاقهم. معضلة اليمن في المهرة وسقطرى ليس ضمن ملفات دول الخليج العربي، فالمهرة تكاد تتجه لتكون تحت سيطرة السعوديين، وسقطرى تكاد تتجه لتكون تحت سيطرة الإماراتيين. هل أن التصالح السعودي الإماراتي القطري سينزع نفوذ السعودية والإمارات من المهرة وسقطرى؟ أنا أعتقد أولا شوف، المهرة وسقطرى هذه الهويتين اليمنيتين التي لا تزال هي الوحيدة الباقية من يمن ما قبل الإسلام، وهي هوية نادرة داخل اليمن، دليل مهم على ما الذي يفعل الخارج حينما يقدم. الخارج لا يملك كثير من الخير حينما يأتي أي مكان، سواء كان هذا إيران ولا السعودية ولا صندوق النقد الدولي، أنا مؤمن بهذا الكلام. كانت هذه المحافظتين النائيتين الذي لم يعرفهم حتى اليمنيين أنفسهم بعيدة عن كل شيء، حتى أجى الصراع بالوكالة الذي احنا نتحدث عنه، لعبت والله هناك أول مرة السعودية حست أن هذا امتداد الحيوي، بالنسبة لعمان هذا الملف ملف محلي، بالنسبة لقطر كانت فرصة أنها تتلاعب كيفما أرادت، بالنسبة للإمارات كانت سقطرى هذه محل من زمان تفكر فيها بأشكال مختلفة. فأكيد هذه كلها تفاقمت مع الحرب. ما الذي سيقوض الخارج هناك؟ يعني دعنا أعود إلى النقطة اللي أنا مصر عليها الجوهرية، اللي هي نقطة إحنا اليمنيين، ما الذي سيعود كان بالسلطة بالدولة واليمنيين والتناغم في المهرة؟ عودة الحكومة. بالله عليك يا أخي رئيس البلد يعيش في فندق 3-4 سنوات ويعني يروح المهرة وسقطرى وهي أمنه مش أمنه من الرياض، ما يروح يا أخي، عيب. ما الذي سيخرج الخارج من هناك؟ هو وجود الحكومة
في البلاد، وهو وجود المسؤولين على أرض البلاد ووجود اليمنيين. أما هؤلاء تركوا البلاد وراحوا لهم، بعدين زعلان والله ليش الفلان دخل البيت. أنا أستاذ فارع في الحقيقة يعني إذا كانت مشكلة اليمن فقط كما بدأت صراع على الشرعية بين انقلاب جاء به الحوثي وشرعية يعني لفظت خارج اليمن، وبين انقلاب آخر تخلق في عدن مدعوم إماراتيا، هل المشكلة لا تزال بالنسبة للمشهد الخليجي لا تزال في انقلاب الحوثي في صنعاء وانقلاب الانتقالي في عدن، أم أن التعقيد صار أكبر من انقلاب صنعاء وعدن، وصار النفوذ في سقطرة والمهرة مستقلا عن انقلاب صنعاء وعدن؟ عندك تقريبا أقل شيء خلال 5 سنوات الماضية أو 4 إلى 5 انقلابات. أكيد عندك انقلاب الحوثي، قبله بفترة طويلة كان عندك انقلاب الرئيس هادي والإصلاح وبقيته على العملية التوافقية والتمديد لأنفسهم، هذا انقلاب متكامل الأركان. شوف إذا واحد يحب ما يضللش الناس ويستمر بذاكرته ويحترمه، هناك انقلاب تم في فندق موفنبيك كان يرعاها الرئيس والإصلاح والمؤتمر وكل اللي موجودين. جاء الحوثي وراهم كيف الانقلاب بس وشلها كلها عليهم. جاء بعدها حصل والله انقلاب ثاني حتى على الانقلاب اللي هو عزل الرئيس هادي لنائبه، وهذا كانت وشكل حكومة بقيادة مندغر وهي حكومة غير شرعية، ومن بعدها لم يكن الحكومات فعلا شرعية، وجاء لك الانتقالي بدعم من الإمارات عمل انقلاب في عدن. كل واحد عامل له انقلابات من راسه ولرجله. ليش أنا أقول هذا الحين السردية ما عاد هي نفسها اللي كانت؟ أسألك أمام هذه الدوامة اليمنية كيف يعني يبدو لك شكل الخلاص؟ لابد مرة، أنا أعتقد في مستويات كثيرة. شوف الآن في لحظة إقليمية كويسة، هذا المصالحة الخليجية، لابد أن احنا لابد ما نشجع، حتى وإن ما كناش مؤمنين أنها فعلا جادة لابد ما نشجع لأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. هناك أيضا على المستوى الدولي وجود جديد لإدارة أمريكية جديدة أقل حماسة للحرب، وتريد أن تكفر عن أخطاء التي أو جرائم اللي أنا أعتقد أسميها التي ارتكبتها 2015 حينما سمحت للسعودية بالمشي في هذه الحرب. هناك شيء مهم وأيضا وإن كان صغير جدا، هناك حكومة جديدة تحمل الحد الأدنى من التمثيل السياسي، يعني إلى حد ما في المعسكر المناهض للحوثيين متواجدة داخل عدن وعادت، وهذا برأيي موضوع لابد أن يدعم وموضوع كويس بالرغم من كل مرة ثانية مخالبة وقرفة ومشاكلة. هناك مستويات معينة، هذه كلها يمكن أن تساعد في أن يتحول الكثير من الأطراف إلى مستوى من الحل. يعني إذا ما وجدت الإدارة والهيكلية الدبلوماسية الدقيقة سواء عبر الأمم المتحدة أو سواء عبر الإقليم يمكن أن يساعد هذا الموضوع بشيء مهم. أنا أعتقد أيضا اللي واضح أيضا، شوف اليمنيين هم سئموا الحرب من اليوم الثاني والثالث، لكن اللي واضح الآن أنه الإقليم أيضا والخارج بدأ يسأم من حرب اليمن، وهذا مهم جدا لأنه هذه الحرب لم يدفع ثمنه إلا اليمنيين، ما دفعش ثمنه. شوف الإقليم ربما مخاوف من هذا المنطق الذي تطرحه. قول. هناك من يعتقد بأن دول الخليج العربية أرهقت من حرب اليمن، استنزفت من حرب اليمن، ولعلها تفتش عن مخرج وموطئ سبيل. وهناك من يعتقد بأن المجتمع الدولي ملنا وبدأ ينظر لنا باكرا من أننا حرب منسية كقدر مقدور لأجل غير منظور، ليس هذا وقت اليمن، وبالتالي نحن لوحدنا حرب معزولة عن الإرادات الدولية. شوف أنا من الصعب أنك تقنعني أنه دائما حتى حينما يتدخل خارجي لدعم طرف ما في أي حرب، من الصعب أن أنا أصلا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون جيد مهما كان رأيي، مهما كنت أنا حتى لو أنا مع هذا الطرف. صعب أن أنا أعتقد أنه في خير يأتيه أنه يجيبوا لك أحد لما يرسل لك بنادق. ده موضوع ما اقترش أننا نتفكر فيه. فأكيد إذا سأموا والله من الحرب هذا خبر جيد، لكن اللي أعتقد اللي حاصل مش أنه سأم من الحرب، وإنما العالم اليوم مع كورونا مع الأزمة الاقتصادية الدولية مع المشاكل اللي تمر بها كبريات الدول العالمية وليس المنطقة فقط الاقتصادية، أكيد أصبح أقل حماسا وأقل وهما من أن القوة يمكن أن تتم في اليمن. هناك ترتيبات معينة إذا ما مشيت الآن، إحنا الآن اليوم إيش إحنا على بعد أيام خلال شهر فبراير من المفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار جديد لتجديد القرارات 2216 للعقوبات الدولية على اليمن. هذا
سيوفر مساحة إذا ما وجد الإطار الدبلوماسي من الأمم المتحدة العالمي الذي يدعم مارتن جريفيث إلى اليمن، ووجدت ترتيبات محلية إقليمية بسبب الذي يجري في الخليج الآن، ووالله كبروا اليمنيين مخهم ويكون هذا هو العامل الثالث ممكن نوصل للطريق. لأنه مش المشكلة إيش؟ حتى لو تحاربنا وإذا لم يحدث هذا المنطق ممكن نتقاتل 5 10 10 سنة لما يكون ضحية الحرب القادمة دي أنت وأنا وفلان واللي نعرفهم واللي ما قد نعرفهم ما قد قتلوش، وبنرجع لنفس الطريقة. ما بش حل باليمن بالحرب ولا بحل بأي مكان بالعالم بالحرب، هذا وهم لازم الناس يتخلوا عنه. القوة لا تحدث فارق، وإن أحدثت غلبة. لديهم منطق بأن الحرب ليست سوى طريق للسياسة، والله هذا عند أمراء الحروب والميليشيات والعصابات أكيد، ولكن أي واحد سياسي وأي واحد عنده أجندة سياسية لبلده حتى وإن أجبر على الحرب هو يراها مكسورا عليها. وأخي حتى طيب بالمعنى اليمنيون حتى بالمعنى الفقهي فارغ. الباغي ترده عن بغيه حتى يتوقف عن بغيه، مش لكي تبغى زي طيب. ما هو هل هناك قدرة لدى اليمنيين سواء حوثيين شرعية بقية الأطراف انتقالي؟ هل نحن اليمنيون قادرون على أن نتحارب إلى الأبد؟ لا، ولذلك أنا أقول لو فصلت البزبوز الإقليمي والخارجي والدولي يمكن أن يحدث الأمر فارق. هذا مهم شوف، ومهم جدا. وبعدين طيب بغض النظر اليمنيين، احنا شوف احنا مش اول مره نتحارب، تمام؟ احنا تحاربنا كثير، كانت حروبنا قصيره بالضبط. ليش؟ لانه حرب والله ما بين عارف وفارع ورافع ومعروف محليه يعني، وحلوب ايضا باجنده واهداف محليه وقابله للضبط، وقابله طيب. للضبط وقابله للتعامل معها. هناك ملاحظه ايضا تؤخذ على المثقفين والنخبه اليمنيه في الداخل وفي الخارج. يعني هناك من يعتقد الآن بأن مراكز الدراسات والأبحاث التي تخلقت في زمن الحرب وتحديدا في الداخل خلقت لتؤدي مهام مثل لا أريد أن أسمي، لكن بس مثل إيش خلقت؟ يعني مش مهام مثل إيش؟ يعني هناك من يعتقد أنها ليست سوى كوافير للانقلابات وإسقاط الدولة اليمنية. هل هذا المنطق سليم؟ ممكن، ما عنديش فكرة يعني على إيش تحدث بالضبط، بس أشوف أنا أقول لك إجمالاً الآن الأحزاب المنظمات الجمعيات النقابات الاتحادات كلها غادرت اليمن هروباً من جحيم الحوثي وحربه، لكن مع ذلك تخلق في زمن الحرب داخل صنعاء منظمات ونقابات واتحادات ومجتمع يسمي نفسه مجتمع مدني. هذا المجتمع المدني الذي تخلق في زمن الحرب كيف تقرأه؟ شوف، هو اولا انا لا زال اعتقد بالرغم ان اليمن بلد احنا كملنا بالتعدديه الديمقراطيه من 1990 السنه اللي انا ولدت فيه به، تمام؟ بالرغم من هذا كله لا تزال تجربتنا المدنيه والحقوقيه والمثقفين والباحثين فعلا مجرم يا اخي، تجربه ضحله وتجربه للاسف الشديد. يعني انا اليوم لما اجي والله اكون باحث على اليمن، تخيل ما عنديش بحث من قبل 2011 اقدر اقتبسه او الا اقدر ان انا اقراه. ما حد عمره يا أخي المثقف اليمني ما يقرش اسمه بالبطاقة إلا بعد 20 سنة، ما يوبهش إنه اسمه غلط باسمه بالجواز إلا بعد كم سنة لما يسافر الخارج. أنت بحسك يعني فعلا المساحة التي كانت موجودة شبه صفرية. إيش اللي حاصل الآن؟ طبعا أكيد النخب هذه اللي فرغت والتي لا يعني بالأخير خليني أتعامل معي زي ما أنا أقول لبيش أتعاملنا وانت ما زي ما أنا أقول هذا الكلام. أنتوا جيل ورثتوا تنظيمات ونقابات وأحزاب وديمقراطية ووحدة وثورة وجمهورية ودولة، وإيش اللي جينا عليه بعدكم ب 2011؟ صدقا تنظيمات وميليشيات وأسلحة وداعش والحوثي والقاعدة والأحزمة الأمنية وقوات المقاومة. حجم الضلال الذي تم خلال هذه الفترة الديمقراطية اللي كان المفروض أنها تكون ربيع وأنه يبنى عليها إرث نستطيع إحنا اللي بعدكم نبني عليه، صفري. أنا آسف فعلا صفري، ما فيش إلى اليوم مهما كان خفيف جدا ومنعدم. فلكن على أي حال هذه هي حالات التقدم المجتمعي والسياسي بشكل عام للبلدان، حينما تغيب الأسس ويصمت الناس وكبار القوم اللي كان الناس يقرؤوا لهم ما عاد يكونوا شيء أو يصطفوا، أكيد تظهر كل شيء ويظهر كل شيء إنتاج. هذا شوف على فكرة ما هو سيء برأيي، هو الدليل على أن المجتمعات والحركات والمثقفين يجدوا طريقهم دائما في بناء التراكم حتى وإن كان التراكم هذا مبني على صفر. يا أخي المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام الدولية والجهات الدولية التي يعني ترفض التصنيف على أساس عرقي وعلى أساس إثني أو على أساس ديني أو ما إلى ذلك، كيف تقبل بمن يدافع عن جماعة الحوثيين في المؤسسات والأروقة الدولية
وهم ينتمون لجماعة عرقية. أنا ما أعرفش من يدافع عن الحوثيين في المؤسسات الدولية غير الحكومة اليمنية وحلفائه. كيف؟ يعني سوء أدائهم وأعمالهم وفضائحهم وفشلهم ماذا أكبر دفاع؟ يعني الحوثيين اليوم على فكرة هم ميليشيا مدعومة من قبل هادي وحلفائه، لما تفكر فيها في نهاية المطاف فقط لا غير. فأنا ما قد شوف حد في منبر دولي يدافع عن الحوثيين إلا المسؤول اليمني الذي يواجههم صدقا. طيب أنت فارع المسلمي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مؤخرا تقوم بأنشطة وفعاليات من ضمنها هنا في اسطنبول استدعيتم واستضفتم مشايخ القبائل في اليمن، هل تعطيني ضوء للفكرة ذاتها والغاية منها؟ لماذا يتجه مركز دراسات لاستضافة مشايخ قبائل للحديث عن مشكلة الحرب في اليمن؟ شوف، احنا مركز بحثي يهدف الى احداث فارق عبر الانتاج المعرفي. ضمن هذا الاطر نشتغل على 3 مسارات. المنبر الاول او المسار الاول هو انتاج معرفي. المسار الثاني هو توفير منبر للاصوات اليمنية، سواء قبائل او مجتمع مدني او شيوخ او سياسيين او فارع او مثقفين او عارف او ايش ما كان. والمنبر الثالث هو التاثير على او المسار الثالث هو التاثير على السياسات المحلية والاقليمية والدولية. ضمن أطر المنبر الثاني الذي هو توفير منبر للأصوات اليمنية والتأثير على السياسات، لدينا مجموعة برامج، هي احنا ندير الآن 15 برنامج تقريبا. واحد من هذه البرامج يتعامل مع مساعدة، أولا هو اللقاء كان 10 أيام، يوما للقبائل و8 أيام للأحزاب السياسية. المنبر الأول يتعامل مع الأحزاب السياسية في محاولة لأولا توفير منبر لها، وثانيا لمساعدتها في صياغة التواصل الداخلي المحلي والخارجي وأيضا الدولي. وهذا يأتي من قناعة من نحونا أننا لابد أن نشتغل على إعادة الاعتبار للسياسة في اليمن كحاسم وفاصل في قضايا اليمنيين. أثار هذا الأمر تساؤل، لكن بكمل لك بس أستأذنك أرجوك. يعني في زمن الحرب، في زمن تغييب الدولة، في زمن تآكل الدولة، طبعا إذا بك تعقد ندوة لاستضافة مشايخ القبيلة، بوصل لك عند القبائل بقول لك. فأقول كان المستوى الثاني هو الأحزاب السياسية، لأننا نرى أن هذا المستوى هو مهم لإعادة الاعتبار السياسة كفاصل في وحاسم في قضايا اليمنيين. بتقول اليوم ما عاد فيش أحزاب، بقول لك أكيد، لكن لازم يعني دورها ضعيف، لكن لازم واحد ما يشتغل على محاولة يعني الحفاظ على شكل من أشكال النموذج وسط هذا الخراب العظيم. جاء المستوى الثالث وهو مستوى القبيلة، أن احنا أكيد معنا برنامج مخصص بدعم من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع شيوخ القبائل اليمنيين في حول اليمن. اولا انا ما اتفقش مع هذه النظره الفوقيه تجاه القبيله اليمنيه ولا النظره الانثروبولوجيه النستولجيه. شوف، الحوثي انتصر في اليمن لانه عرف يتعامل مع القبائل على فكره، واشتغل على هذا الابعاد القبليه. لكن اذا ما عدنا الى حديثنا، اولا لم يقنع القبائل، هو قهرها بالسلاح يا رجل، حينما لم يستطع. طوعها بالسلاح. أيوة نعم، في مستويات كثيره، ومستويات كثيره هو تلعب على تناقض. لو تركز بكيل وحاشد، حتى حينما اسقط حاشد اشتغل شغله مش قليل على فكره على هذا الموضوع يعني. ولكن على اي حال احنا نرى ضمن الحديث اللي قلناه في البدايه انه لابد من اعاده الاعتبار للادوات اليمنيه في فض النزاعات. نحن نرى ان القبائل جزء من هذا الموضوع مهم. لا يمكن أن يفهم بأن هناك توجه دولي عبر الاتحاد الأوروبي لتنفيذ سياسات يعني إنهاء ما تبقى من دور للدولة اليمنية وخلق دور للقبيلة بديلا لمؤسسات الدولة؟ ما بوش انتباه ذحين حتى من الأوروبيين والغربيين، لا للقبيلة ولا للمثقف ولا للدولة ولا لذي الحكومة ولا أم اللعينة. فأقول لك الفكرة وما فيها أن احنا نشوف أنه مثلا، أنا أضرب لك مثلا، في الضالع يا سيدي العزيز اجتمعت قبيلة وأطلقوا سراح 800 شخص في عملية تبادل أسرى. هذا خبر جيد، ولا بد من توظيف هذه الأدوات المحلية إذا أنت تريد أن تساعد في فرض السلام في اليمن، ولا اترك الداعش والقاعدة والحوثي واللجنة الخاصة السعودية واللجنة الخاصة القطرية واللجنة الخاصة الإماراتية، ما شيء ينفع. أنا أرفض هذا التعالي على القبيلة لأنه أعتقد أنها جزء محوري اليوم، هي ضعفة ومختلفة وإلى ما آخره، ولكنها هي الكيان الوحيد داخل اليمن المجتمعي الذي لا يوجد لديه مشروع سياسي. فأنت حينما تساعد في الترويض وفي تقديمه نحو مشروع سلام، هذا موضوع جدا مهم،
لكن على أي حال أنا أعتقد أنها واحدة من 100 حاجة الواحد لازم يعمله، ما هوش هي واحدة ولا هي كافية. أستاذ فارع المسلمي، ما الذي لم أسألك عن في هذه المقابلة وكنت تريد أن تتحدث؟ لا شيء، سألتني حتى ما لم أريدك أن تسأل. إذا ما هي الكلمة الأخيرة في هذا الحوار؟ أشكرك وأشكر قناة المهرية. أستاذ فارع المسلمي، أنا فخور وسعيد بالحوار معك. في الحقيقة ربما لم تنتهي الأسئلة لكن انتهى الوقت. شكرا لك. سأتشرف بلقائك إن شاء الله في لقاءات قادمة. نتشرف بك دائما وبنجاحاتك. فارع المسلمي شكرا لك. مشاهدينا شكرا لكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة من البوصلة. لكم محبتي، أنا عارف الصرمي، إلى اللقاء.